ثم الصيام النفل الذي هو صيام التطوع، جاءت السنة بأنواع منه، منها ما يتعلق ببعض الأيام من الأسبوع، ومنها ما يتعلق ببعض الأيام من الشهر، ومنها ما يتعلق ببعض الأيام من السنة. وهذا الصيام، صيام التطوع، ليس في رتبة واحدة، بل بعضه أفضل من بعض. وبدأ رحمه الله تعالى بما جاء في صيام المحرم، وأورد حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفضل الصيام بعد شهر رمضان شهر الله المحرم. وهذا فيه أن صيام شهر الله المحرم هو أفضل صيام التطوع، هو أفضل صيام التطوع، كما أن صلاة الليل هي أفضل الصلاة بعد الفريضة. والمحرم لا يصام كاملا، بل إن نبينا عليه الصلاة والسلام كما صح عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها ما صام شهرا كاملا قط إلا رمضان، فما صام شهرا كاملا غير شهر رمضان المبارك. لكن شهر الله المحرم يستحب الإكثار من الصيام فيه، والصيام فيه أحب الصيام إلى الله سبحانه وتعالى بعد رمضان، لكنه لا يصام كاملا، لأن نبينا عليه الصلاة والسلام وقدوتنا ما صام شهرا كاملا قط غير شهر رمضان المبارك. نعم. قال رحمه الله تعالى: ما جاء في صيام عاشوراء. سئل عبد الله بن عباس رضي الله عنهما عن صيام يوم عاشوراء فقال: ما علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صام يوما يطلب فضله عن الأيام إلا هذا اليوم، يعني يوم عاشوراء، ولا شهرا إلا هذا الشهر، يعني رمضان. متفق عليه. ثم أورد رحمه الله ما يتعلق بصيام يوم عاشوراء. وصيام هذا اليوم، يوم عاشوراء الذي هو اليوم العاشر من شهر الله المحرم، جاء فيه ثواب عظيم وفضل جزيل، وصيامه صيام شكر لله جل وعلا، لأن الله عز وجل أنجى في هذا اليوم العظيم موسى وقومه، وأهلك فرعون وقومه، أهلكهم تبارك وتعالى مع كثرة عددهم وعدتهم في ذلك اليوم هلاك نفس واحدة، أغرقهم أجمعين. فصامه موسى عليه صلوات الله وسلامه شكرا لله سبحانه وتعالى، ثم صامه نبينا عليه الصلاة والسلام شكرا لله جل وعلا. فصيام يوم عاشوراء صيام عظيم، وهو شكر لله سبحانه وتعالى على هذه النعمة العظيمة، هلاك ذلك الطاغية وهلاك الطغاة من أعظم النعم، من أعظم النعم وأجل المنن. فموسى عليه صلوات الله وسلامه صام ذلك اليوم شكرا لله جل وعلا، وصامه نبينا عليه الصلاة والسلام شكرا لله، وقال: نحن أحق بموسى منهم، أي اليهود. قال: سئل عبد الله بن عباس رضي الله عنهما عن صيام يوم عاشوراء، أي عن فضله، قال: ما علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صام يوما يطلب فضله على الأيام إلا هذا اليوم، يعني يوم عاشوراء. وهذا يدل على مكانة صيام هذا اليوم، وقد ورد في فضل الصيام أحاديث عديدة عن رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه.
وأيضا صح عنه أنه قال لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع والعاشر. أما العاشر لأجل فضيلته شكرا لله سبحانه وتعالى، وأما التاسع فلأجل المخالفة، مخالفة اليهود. قال ولا شهرا إلا هذا الشهر، يعني رمضان، متفق عليه.